أرحب بالسادة الحضور الكرام إلى كل من أتى إلينا اليوم، أهلاً وسهلاً بكم، أرحب باسمي وباسم كل الزملاء المشاركين في إحياء فعالية اليوم العالمي للسمنة. أسعدتونا بحضوركم وأنرتم يومنا بوجودكم فيه. ستشمل فعالياتنا اليوم بإذن الله إلى جانب ورش العمل المتضمنة الحديث عن مرض السمنة ومتى يتم تشخيص المريض به، كذلك سنتحدث عن مخاطره الصحية وآخر الإحصائيات الحديثة من الطفولة إلى البلوغ، وأخيراً مع مؤشر كتلة الجسم وكيف يتم اختباره إلى جانب الأنماط الغذائية الصحية وممارسة الرياضة بانتظام، وأخيراً مع الدور الفعال للأكاديميين في وقف السمنة. سنبدأ فعالياتنا اليوم بإذن الله مع كلمة من الدكتور مدير مركز التدريب الدكتور مفتاح النويجي. تحدث باسم رئيس الجامعة الكلية للعلوم الصحية الدكتور محمد سعاد البارك ومجلس الجامعة، أحييكم وأحيي ضيوفنا الكرام اليوم على رأسهم الدكتور صالح والمدارس اللي شرفونا اليوم، نحن سعداء جدا بكم اليوم. نتمنى من الله العلي القدير ان يوفقنا مع بعضنا في ان ننجز عمل اليوم كويس. طبعا الهدف هو التوعيه على جميع المستويات داخل مؤسساتنا التعليميه وعلى مستوى المنطقه ومستوى البلد وخارج البلد ايضا. انتم عارفين اليوم الصحه العامه بصفه عامه اليوم اصبحت هاجس مهم جدا جدا، خاصه بعد التغيرات الدوليه والعالميه حصلت في نمط حياتنا. فجزئية بسيطة في لها علاقة بالجانب اللي حابب أتطرق لها. ملاحظ في السنوات الأخيرة أن معدل السمنة ارتفع في العالم كله، وخاصة بصراحة بين أبنائنا بعض من الأطفال. وهنا فيه مسببات كثيرة يعني ممكن لا تسع مجال الحديث عنها، وفي ناس متخصصين دكتور صالح تخصص في موضوع السمنه والتغذيه بصفه عامه حيوضح لنا اكثر في الجوانب هذين، لكن انا ننظر للموضوع البيئي اللي هو شنو؟ انتم عارفين ظاهره التباس الحراري، التغيرات المناخيه، حتى في الشق اللي احنا نسموه فيه العولمه انتم عارفين اليوم عمليه السفر اصبحت سهله جدا، يعني ضد من اسف من غازي تلقى روحك بعد يوم ولا يومين في الصين مثلا. فبدأت تنشر الأمراض الفيروسية مثلا، ونمط الحياة بروحها تغير، أنتم عارفين رتم الحياة أصبح سريع. العصر هذا للأسف أصبح فيه تلوث الغذاء، يعني لازم أنت تعرف تنتقي حاجتك، وبدأ يعني أصبح الهدف هو العودة للطبيعة. ديالك أنت تشوف حياتك بسيطة، يجي واحد يقول والله نحن نديروا مزرعة، ليش نديروا في مزرعة؟ عشان نربوا فيها الحيوانات. هذا تصل الى حال طبيعي، حصل غير وطني او داخلي وطني بالليبي، عرفت ولا لا؟ ليش؟ لان انتم شفتوا الامور كلها تتعامل حتى الزراعه، يعني في منظمه الصحه العالميه اليوم يقولوا صحه الحيوان وصحه الانسان والبيئه صحه واحده. فلما نجي احنا ناخذ مثلا الذي بركز عليها اللي هو التلوث الكيميائي. فيش التلوث الكيميائي يصير لنا؟ حنلقوه مثلا هذا حديث بصفه عامه. حنلقوه مثلا في مواد التنظيف، حنلقوه مثلا في مواد العنايه بالجسم، حنلقوه يعني في الغذاء زي ما حكينا بدري، باهي المبيدات الحشريه اللي تسمعوا بها، هذه فيه مواد حتى نحن نقول الجنك فود اللي هو الكونتاكي اصبحت هو خطير، حنلقوا فيه مواد مقرمشات الشيبس البطاطا المقليه هذه، حنلقوا فيه الماده هذه يسموا فيها كاربامايد. كاربامايد هذا الوزن الجزيئي بتاعها عالي، الكيمياء الوزن الجزيئي بتاعها عالي، زي المواد التنظيف، مواد التنظيف حتى هي تجي مثلا في الخليج في البحر تنزل مع المواد اللي هي الصرف الصحي تلقاها موجوده وتدخل للاسماك وتدخل شبكه الغذاء بصفه عامه او السلسله الغذائيه، وهنا سلسلة الغذاء تتأثر. الدهون في الجسم في عملية الأيض حتتأثر بالمواد الكيميائية اللي مع الغذاء. حنلاحظوا أن نحن بعض منا حتلقاه المنطقة هذه فيها سمنة مش طبيعية مثلا، حتلاقي في أشياء ظهرت كثيرة.
موضوع المنوثات اللي هي بسبب مواد التنظيف حتلقى سبحان الله يعني عندنا حالات الان يجوا في اصلا كيما عيوب خلقيه اطفال مثلا ثقب القلب حالات ثقب القلب كثيره جدا جدا لها علاقه باستعمال مواد التنظيف فدعنا ان احنا في مدارسنا نبوكم انتم اللي حضرتم معنا اليوم تنشروا الثقافه هذه ان احنا لابد نعاودوا للطبيعه مش كل شيء راه صناعي ونتعامل معاه والحديث يطول طبعا في الجوانب بعدين حنعطي فرصه لزملائنا اولا يشرفنا حضوركم ان شاء الله تستفيدوا معنا اليوم نبدا عن السنه نبدا بحديث عن المبدع عن السنه بدايه وزاره الصحه العالميه عرفت السنه على انها زياده غير طبيعيه في نسبه الدهون في الجسم مع زياده تتناسب مع زياده كتله الجسم مؤشر الكتله في الجسم مؤشر الكتله في الجسم هذه يعتبر هو معادله نستخدمها قياس الوزن على طول نعرف هذا الشخص يعاني من السمنه ام لا فشنو السبب الرئيسي للسمنه السبب الرئيسي للسمنه والبدانه قالوا هي اختلاف بين شيئين بين السعرات الحراريه في جسمنا والسعرات الحراريه تحت الجسم بمعنى في هذا الاختلال في اختلال صاير لا فشنو سبب الاختلال هذا في عوامل وراثيه يقول لك ان في عوامل وراثيه في عوامل صحيه في هذا الاكل الصحي اللي حكى عليه الدكتور مفتاح واخرى حاجات اشياء اخرى طبعا يتم نقشتها في المعارضه ان شاء الله تمام وزاره الصحه العالميه قالت تصنيف السمنه على انها مرض ليس على الصعيد النفسي لكن على الصعيد الصحي ان يقال ان السمنه تؤثر على الجسم اكثر من عامل ان تزيد من عامل من اصابه جلطات قلبيه سلطات المادية وعافانا الله وإياكم من السرطانات. تمام. لذلك وزارة الصحة العالمية نصحت أي شخص يعاني من السمنة أن يتجه للحصول على استشارة صحية من أقرب طبيب معالج في أقرب وقت ممكن. وأكثر نقطة راح نحكوا عليها هي أن السمنة ما لهاش فئة عملية أو فئة جنسية معينة. يمكن يصير فيها الأطفال أو الكبار أو فئة جنسية سبب الذكور أو الإناث وهذه كانت نقطة بسيطة على السمنة. أنا حنقول لكم أمتى نحن أو متى يمكن اعتبار الشخص عندنا مصاب بالسمنة. عندنا مؤشر نستخدمه فيه لقياس كتلة الجسم اللي هي يشوف لي العلاقة بين وزن الشخص مقارنة بطوله، هل يتناسبن مع بعضهن؟ هل مناسبات للفئة العمرية اللي هو فيها؟ يعني هن متمشيات مع بعضهن أو لا؟ كيف نحن نقيسه مؤشر كتلة الجسم؟ نقيسوه بأن ناخذ وزن الشخص بالكيلوغرام نقسموه على الطول بالمتر مربع الطول بالمتر بعدين للفئات العمرية اللي حتكون عمرها أقل من 20 سنة حنجو نشوفوها نحن عندنا في الرسم البياني اللي دايرته لنا اللي CDC اللي هي مركز التحكم بالأمراض دايرت لنا الرسم البياني هذا على حسب الأعمار وعلى حسب مؤشر كتلة الجسم نشوفه مؤشر كتلة الجسم مع الفئة العمرية بتاعتنا من تحت ونشوفوه هنا أين يقع لو كان يقع أقل من 18 سنة حيكون الشخص عندنا يعاني من شنو؟ من نحافة لو كان ما بين 18 و25 حيكون الشخص عندنا قاعد في معدل الطبيعي اللي هو وزنه مناسب مع متناسب مع الطول بتاعه متناسب مع العمر بتاعه لو كان من 28 عند 30 حنقول ان الشخص هذا عنده زياده في الوزن اما لو كان اكثر من 30 ففي الحاله هذه حنقول ان الشخص عنده سمنه في الحاله هذه شو المفروض نديروا لما يكون الشخص عنده سمنه نرحب بكم للاحتفال باليوم العالمي لمرض السمنه نعم انه مرض ولكن يبقى السؤال اليوم هل السمنة تؤدي فعلا إلى الوفاة؟ هل مرض السمنة يؤدي إلى مضاعفات صحية تؤدي بالشخص إلى الوفاة؟ كما نعرف أن مرض السمنة يرفع الخطر للإصابة بداء السكري وهو أحد أشهر الأمراض في القرن 21 ونتيجة عن هذا المرض هناك تأثيرات أخرى على سبيل المثال أن الناس اللي يعانوا من داء السكري خصوصا النوع الثاني ينتج لديهم بتر احد الاطراف امراض في القلب السكته الدماغيه العمى الامراض الكلويه وارتفاع في الضغط الدم عافانا واياكم الله الجدير بالذكر ان
مرض السمنة يسبب الكثير من المشاكل الصحية بالعمود الفقري، آثار سلبية على البشرة، توقف التنفس أثناء النوم، ورفع الخطر لإصابة بمرض النقرس. ومن المشاكل الجدير بالذكر أن مرض السمنة يسبب في وقتنا الحالي نوع من أنواع الاكتئاب لدى الكثير من الناس، وهذا الاكتئاب يؤدي بهم إلى حالات الانتحار والدخول في مشاكل صحية كثيرة. طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هناك آخر دراسات، واللي في الواقع كانت دراسات يعني محزنة، إن أكثر من 1 مليار شخص في العالم يعانون من مرض السمنة أو تم تشخيصهم بمرض السمنة. في نفس الوقت هناك 4 مليون وفيات سنوياً من أمراض كانت سببها مرض السمنة. المحزن أن هناك 39 مليون طفل سنوياً يتم تشخيصهم بمرض السمنة، وهذا أحد الأسباب اللي نحن استهدفنا اليوم أن نستدعو مدارس في الجامعة الدولية عشان نحكو لهم أكثر على هذا المرض. طبقاً لدراسة تم إجراءها عام 1973، الرقم تضاعف بمعدل 3 مرات، أي معدل السمنة عالمياً تضاعف بعدد 3 مرات. وكما ذكرت أن هذه الدراسة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. مؤشر كتلة الجسم هو عبارة عن 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 أداة وسيلة، نحن زي ما ذكرت الدكتورة مبدري، مقارنة الوزن بالنسبة إلى الطول، ومعرفة فيما إذا كان الشخص يعني وزنه مناسب للطول بتاعه، أو إذا كان الشخص أكثر أو أقل من المعدل الطبيعي له. أما في الحالات المرضية فهي تسمى بمرض السمنة. مؤخراً واليوم طبعاً هذه المحاضرة حتكون برعاية مختبر الرازي، هم يجروا في اختبار الإمبادي لدينا اليوم في الجامعة. هو جهاز مقياس يوري الشخص كم الكتلة العضلية عنده، الكتلة الدهنية، وجميع التفاصيل الصحية المطلوبة. أنا الدكتورة سارة المقارحي، طبيبة باطنة ومشرف تعليمي بمركز المهارات السريري. اليوم بس حنحكوا على جانب مهم، اللي هو شنو فوائد الرياضة، صح؟ حكينا نحن على السمنة، وحكينا على شنو، على شن تعريفها وكيف نقيسها وكل حاجة. تو بنحكوا على حاجات تساعدنا إن نحن نحافظ على جسمنا ونقعدوا أحسن. باهي، شن فوائد الرياضة؟ نبي حد يجاوبني. ميك أسول، صح؟ يعني كيف ما هي قالت إن نحن تخلينا للأحسن. باي الأحسن من أي ناحية؟ في حاجات نستفيد منهن وقتي ونحن نديره في الرياضة، وفي حاجات على زمن يعني لما نكبره في العمر شوية. يعني تو لما نقدر ندير في الرياضة، وتفرق طبعاً الشخص اللي ديما رياضي وديما يدير في الرياضة هيقعد أحسن من شخص يدير في الرياضة مرة. يعني زي شنو؟ مثلاً لو شخص هذا ديما يتريض، شنو حتلقاه؟ تلقى إنه نبضات القلب بتاعه ديما اسرع ومنتظمه، وعنده قدره انه ياخذ الاكسجين اكثر من شخص ما يتريضش. تمام. ثاني حاجه شنو يخلينا عندنا فليكسيبيليتي، اللي هي شنو؟ المرونه، يخلي عندك مرونه اكثر. تمام. يحميك من الامراض المزمنه، زي شنو مثلا؟ ارتفاع ضغط الدم، اللي حكى عليه الدكتور، قال لنا احد اسباب الامراض اللي تديرنا السمنه شنو؟ ضغط الدم والسكر. يس. نعم. هارت اتاك. يس. مرة تصير لك هارت اتاك، صح؟ مظبوط. يعني صح، مثلا قلت لك ضغط الدم بعدين يخشك شنو؟ في هارت اتاك. فهذين كله لما انا نقدر نمارس في الرياضه باستمرار ونقدر ديما محافظه على الروتين بتاعي، انا حنقص هذين كلهم. باهي، شنو حاجه اللي ممكن انا نستفيد منها بعدين من الرياضه؟ يعني كل ما نمارس رياضه بعدين لما نزيد في العمر، تقدر الكتله العضليه يعني القلب بتاعي الشغل بتاعها احسن من شخص ما يشتغل ما يتريضش او ما يمارسش في الرياضه. هذه حاجه. ثاني حاجه يحافظني من امراض زي مثلا تصلب الشرايين. تصلب الشرايين هذين شنو؟ لان الهارت يعني كما تقول القلب ما يشتغلش كويس، يقدي ما في شنو ركود في الدم، وان الدم ما يمشيش في الدوره الدمويه كويسه، فهذا يسبب لي شنو؟ ان الشرايين يتصلبن، ما عادش يقدن فيهن فليكسيبيليتي كويسه. باهي. شنو الحاجه الاخرى؟ يحفظني من الامراض حتى انا مزمنه، واحد من الامراض المزمنه زي الروماتيزم. تمام. خلي ان هذينا اقل، انك انت تكون شنو؟ اقل اصابه منها.
تمام. انا دكتوره اين مؤمن، انا المره هذه حنحكي توا على موضوع التوعيه على خطر امراض السمنه وتاثيرها في المجتمع بصفه عامه. هو في الفتره الاخيره زاد الحملات التوعويه على موضوع السمنه زاد بنسبه كبيره، بحيث انه هو قاعده في يوم عالمي كيف اليوم كيف تاريخ اليوم يكون هو يوم في السنه يجروا فيه حملات توعويه على خطر السمنه ومضاعفاتها وهي شن تاثر وشن حدير. بس بصفه عامه التوعيه هذه ما زال ما لهاش تاثير، يكون تاثير هذا متاعها ما كوش له تاثير كبير بسبب انه زاد في نفس الوقت الوجبات السريعه والمطاعم وكذا. فما زال الموضوع انهم على قد ما هم يحاولوا انهم هم يزيدوا التوعيه على خطر مرض السمنه، ما زال موضوع انه هو الفاست فود وكذا الوجبات السريعه يزيد. فالموضوع انه هو لازم الشخص في حد ذاته انهم هم يديروا من الاطفال من هم من في المدرسه يكون متعودين على ان هم يحاولوا ان في المقصف نتاعهم في المدرسه ما يكونش يبيع في الوجبات السريعه، ان هم في الحوش يتعودوا انهم ياكلوا الخضره وياكلوا هيك، فعشان يحدوا من موضوع السمنه هذه. السلام عليكم ورحمه الله، يومكم مبارك ان شاء الله وكل سنه وانتم طيبين. أنا ديما لما جيت المكتب وجيت للدكتورة نورة والدكتور مفتاح قلت نشرب قهوة قبل بعدين بعد أسبوعين ماش نلقوها، لأن بعدين يتكلم عن القهوة أنت في الصيام. طيب، والصيام من الحاجات المفيدة جدا جدا في علاج السمنة، وصوم وتصح وهذه مهمة جدا، أن الجسم يبدأ يستخدم الدهون اللي عنده، هذه بالتأكيد. أولا نشكر الدعوة الكريمة من الدكتور محمد ومن الجامعة الدولية بالكامل اللي كنا لهم كل الاحترام، واللي درت فيها دورات من قبل مع الدكتورة نورة وكانت ناجحة جداً يعني. طيب، التخصيص الوزن العلاجي هو مصطلح جديد يتكلم عن هل فيه دور لو أنا نقصت وزني، مريض عنده وزن زايد نقص وزنه 10% يدير حل؟ يدير حل. أنا نعطي أمثلة بسيطة، عندنا 10 أمثلة واقعية كل الموجودات في الكتب وأيضاً العالم بدين يستخدم فيه استخدام كبير. أول أشياء تمام، يعني هذا التعريف عارفينه، لكن نحكي على السكر في البداية. السكر خاصة النوع الثاني المرتبط بزيادة الوزن، كل ما زاد الوزن يزيد مقاومة الإنسولين، ولكن في حاجة مهمة جدا ناخذها في بالنا، كل كيلو ينقص من الوزن بنقص 1 من 10 في التراكم. الناس اللي يقولها غير نقصت التراكم يا دكتور، ما عندي شيء إلا تراكم، ما التراكم مش يجي فجأة، لازم من دواء الدكتور بالإضافة للطب الوقائي يكون موجود وتخصيص الوزن 5%. تخصيص 5% بنقص الحاجة أو جرعة العلاج الأنسولين والأدوية الأخرى، الأدوية بالفم، حوالي 30 أو 35% في آخر دراسات دارت توا. هذا باختصار، نحب نعطيكم بس نبذة بسيطة. النقطة الثانية عندنا ضغط الدم. ضغط الدم الأشياء مهمة جدا، ضغط الدم مرتفع نقصد لما يكون أكثر من 140 إلى 90 بيدير لي مشاكل على القلب وحاجات أخرى. طبعا كل كيلو ينقص بنقص رقم في الضغط الانقباضي اللي هو السيستوليك، وينقص 8 من 10 في الدايستوليك. إذا المهم جدا، 70% من مرضى الضغط عندهم وزن زايد، واحنا عندنا أيضا يسمون فيه القاتل الصامت، 90% بدون أعراض. يعني مرات المريض الضغط ياخذ حتى 2 و3 وما زال مش مسيطر عليه، ولكن ناسي حاجة اسمها وزن. وهذه مهمة جدا، توعية الدكتور أنه يعيه في المجال هذا ويبدأ به بشوي بشوية، مش يقطع من الشر ومع الشاكل، لكن يعطينا بشوي بشوي واحدة واحدة. ينقص 400 كالوري ولا 500 كالوري في اليوم هيكون امور جيده، واهتمام بالرياضه كيف ما قالت الدكتوره قبلي. النقطه الثالثه الفاتي ليفر او الكبد الدهنيه او دهون الكبد. الفاتي ليفر من الحاجات المصاحبه لمرض السكر وغيرها من الامراض، مهمه جدا ان تخصيص الوزن 10% ينقص محتويات الدهون الموجوده في الكبد بنسبه 40%، حوالي 40%. اذا مش هيخلي الكبد الدهنيه تتحول الى تليف كبد اللي هو الليفر سيروسس مثلا او كذا، وهذه تبقى نتيجه كويسه في البدايه مهمه. 25% من حالات الالترا ساوند اللي يديروا فيها الترا ساوند الابدومن في الادلت عندهم بدايه كبد دهنيه، هذه مشكله كبيره، لكن مشكله صامته يعني مخفيه كامنه تحتاج تعاون الجميع في الموضوع. الرقم 4 أنا نهتم بها اللي هي احتكاك الركبة أو خشونة الركبة، وهذه عند السيدات أكثر من الرجال 4 أضعاف. لما ينقص الوزن كيلو بنقص 4 كيلو ضغط على
على المفصل نفسه، بالإضافة أن تجديد المفصل أو استبدال المفصل عشان تحافظ عليه لازم تحافظ على الوزن، يعني معناه ينسى تكاليف كبيرة وندارت عملية بها كيف يحافظ عليها بالوزن، الوزن مهم جدا. عندنا أيضا مرض آخر من الحاجات المهمة جدا اللي هو السورايسس، الصدفية. الصدفية موجودة من الأمراض المهمة جدا اللي احنا نفكر فيها، والصدفية لما تكون في سن الشباب مزعجة لأنها بتصيب الجلد بشكل كبير وتكلفتها غالية. 10% تخصيص إذا كان وزنه زايد، نقول إذا كان وزنه زايد حسب المؤشر اللي تكلم عليه بدري، 10% تخصيص بنقص مساحة الجلد المصاب 40 أو 50%، فحتى حالة نفسية تجد أحسن والتكلفة أيضا تكون أقل. هذه المهمة جدا. أيضا عندنا الدهون الثلاثية والكوليسترول منخفض الكثافة LDL، تمام. تخصيص الوزن 1% هينقص 3% في الدهون والكوليسترول تقريبا يعني. هذه مهمات جدا. عندنا مازال حاجات تتعلق بالنساء كيف البوليسيستيك أوفري والإنفرتيليتي اللي هو التكيس والعقم. واحد من الحاجات الغريبة جدا، مرات نبدأ في حالة عندها وزن زايد، مجرد تبدأ تنقص وزنها حتى 5% ونقولها يا الدكتور، يقولها مبروك راهو في حامل والأمور تمام. فهذه النتائج يعني بسرعة بسرعة تصير. 2 أو 5% يعني تخصيص الوزن حسب حاجة بسيطة، هذه بتعدل الدورة عند المرأة اللي عندها التكيس وعندها المشاكل اللي بتجي تاخذ لها أدوية ومشاكل كبيرة. آخر حاجة نبي نحكي عليها اللي هي الكسل الغدة الدرقية. طبعا كسل الغدة الدرقية من الحاجات المهمة جدا الآن، وارد علاجها الثيروكسين كما نعرفه، وفيه جرعات، فيه تخصيص الوزن بنقص الحاجة للجرعة. وآخر حاجة نحكيها شر الأورام وقانا الله جميعا، سرطان الثدي عشان ما يردش من جديد لابد من تخصيص الوزن. وشكرا وبارك الله فيكم على الدعوة الكريمة. ختاما مع كلمة من وكيل شؤون التعلم للجامعة الليبية الدولية الدكتور عبد الله المنصوري. السلام عليكم وأسعد الله يومكم كل خير، وشكرا جزيلا لمن ساهم في إثارة هذا الموضوع الهام، السهل الصعب، السهل المعقد. ببساطة جدا هو موضوع تدريجي، يعني أخذنا دكتور صالح بارك الله فيه خبير في هذا الموضوع، أشار إلى نقاط مهمة يعني تترتب على السمنة. ولكن نحن ليش نسمح للسمنة تصير عندنا أصلاً؟ شنو تروا أن أهم العوامل اللي ممكن أثرت فينا في هذا العصر وأصبحت عندنا السمنة ترتفع بنسب تتضاعف بأشكال كبيرة جداً جداً؟ تقدر تقولي شنو أكثر حاجة توا في العصر الحديث هذا، في العصر الأخير، اللي سببت لنا المشكلة هذه؟ Yeah, great. That's it. Yeah. Very good. Excellent. Excellent. إحنا ابتعدنا عن الأكل الحوش ببساطة. ابتعدنا عن الأكل المنازل، بدينا نمشي للجنك فود، بدينا نمشي للمطاعم. يعني الآن من أكبر المخاطر اللي أعلنت وكيل الدكتور عارفها في WHO أخيرا هو الأكل خارج المنزل. الأكل خارج المنزل بدأ يأخذ في يعني يؤثر على الصحة العامة بشكل ضخم جدا جدا، بدأ إيكونوميكال يعني اقتصاديا يؤثر في اقتصاديات الدول، لأن أصبح يسبب في أمراض، هذه الأمراض ستتوالى والعلاج لها يكلف و و و و إلى آخره. هذه النسب كلها لأن إحنا ابتعدنا عن الطبيعة وبدينا ندخل في كل يوم القائمة متاع المحتويات اللي تدخل في الأطعمة المصنعة الممنوعة والضارة تزيد، كل يوم تزيد ما تنقصش. كل يوم نسمع بأن في مادة جديدة اكتشفت في مصانع في التغذية الصناعية. وبالتالي الحل بسيط، الحل بدو الآن يدرسوا في اتخاذ قرار بأن الأسر لابد أن تمنع الأطفال وتربيهم من الأول على أنهم يتعودوا مع شمش المطاعم. هذا موضوع في غاية الخطورة. فأعتقد بأن نحن بالفعل محتاجين إلى عودة إلى أسسنا النبيلة اللي كنا عايشين عليها زمان. أراه الحضارة لا تعني التقليد الكامل للغرب أو للدول الأخرى، لا إطلاقا.
عندنا أشياء كويسة كنا نديره فيه زمان لازم نرجعوا لها. من ضمن هو الأكل الصحي، الأكل البيتي نعتمد عليه واجد، هذا لا يمنعنا نحن مرة مرة نطلع ونرفع عن أنفسنا ونأكل حاجة، لكن ما تكونش on daily basis تو نحن نأكله يومياً، راهو أصبحت القصة خلاص. حتى اللي ما يمشيش للمطعم يدير delivery. يوم أنت حفيدي حق خشت سيارة، والله بصدق خشت سيارة للحوش، أنا مستغرب ما عرفتهاش. حفيدي ماشي معي هيك شوية وقفتك، قلت له شنو السيارة من هذا اللي جاي؟ شنو قال ديليفري يا جدو ديليفري. حتى العمال الصغيرين حفظوا الدليفري، كارثة. يعني موضوع يحتاج إلى وقفة صادقة بإجراءات بسيطة، بثقافة بسيطة، بحبنا للأكل الليبي الأصلي الصحي. أكيد حننقص من هذا الرسم، من هذا الخطر بشكل كبير جدا. تمنياتي لكم بالصحة والعافية، وتمنياتي لكم بعدم السمنة لأن هذا مرض العصر. وأنا شخصيا على المستوى الشخصي لدي عقدة من هذا الموضوع يعني. بارك الله فيكم جميعا، وشكرا لكل من ساهم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. والآن نأتي وإياكم إلى ختام حدثنا اليوم عن فعالية اليوم العالمي للسمنة، والذي تضمن التعريف العام عن مرض السمنة ومتى يتم تشخيص المريض به، وعن مخاطره الصحية وآخر الإحصائيات الحديثة من الطفولة إلى البلوغ، وكذلك تعرفنا عن جهاز مؤشر كتلة الجسم وكيف يتم اختباره، إلى جانب الأنماط الغذائية الصحية وممارسة الرياضة بانتظام، وأخيراً مع الدور الفعال الأكاديميين في وقف السمنة. والآن نتقدم بخالص الشكر إلى كل القائمين على إحياء هذه الفعالية، وأحر التقدير لضيوفنا وزوارنا الكرام، سائلين الله وإياكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.